بمناسبة تخليد الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، احتضنت القاعة المغطاة مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط اليوم الخميس المباراة النهائية لدوري كرة القدم المصغر داخل القاعة تحت إشراف ولاية أمن الرباط سالة مارس خيرات الخميسات بين فريقي قيادة الهيئات الحضرية وفريق الشرطة القضائية الولائية. وقد شارك في هذا الدوري الكروي 16 فريقا مقسمة على 4 مجموعات من جميع المصالح الأمنية بولاية أمن الرباط سالة مارس خيرات الخميسات، ليصل إلى المباراة النهائية كل من فريق قيادة الهيئات الحضرية وفريق الشرطة القضائية الولائية. وأسفرت مباراة القمة عن تتويج فريق قيادة الهيئات الحضرية بلقب هذا الدوري بنتيجة 5-0، وذلك في مباراة ممتعة ملأت الروح الرياضية القوية بين الفريقين. هذا وقد تم تسليم الجوائز للفريقين بالمباراة النهائية لهذا الدوري وسط تشجيعات حارة من جميع اللاعبين الذين قدموا عرضا رياضيا كرويا كبيرا واحترافيا. وتوج اللاعب أيوب العلاوي كأفضل لاعب في هذا الدوري الكروي، فيما تم تتويج فريق المنطقة الأمنية لأمن الخميسات بالمرتبة الثالثة في الدوري، كما حصل حارس مرمى فريق الشرطة القضائية الولائية بجائزة أفضل حارس مرمى في هذا الدوري. ويأتي هذا الحدث الرياضي في سياق العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للجانب الاجتماعي والترفيهي لموظفيها، وكذا في إطار المجهودات المبذولة لتشجيع الممارسة الرياضية في أواسط موظفي المديرية العامة للأمن الوطني. وتعد ذكرى تأسيس الأمن الوطني مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.